طيب ازي حضراتكم؟ انا من الناس اللي مؤمنه جدا بانه العماره الفاطميه والتاثير الفاطمي على الثقافه المصريه تاثير شديد العمق بالمناسبه. والعماره الفاطميه بالنسبه لنا واحده من اجمل انواع العماره اللي في الدنيا، مش بس فكره العماره الاسلاميه، يعني العماره الفاطميه والعماره المملوكيه تحديدا. انا مش من المعجبين قوي مثلا بالعماره العثمانيه، مش قوي، لكن فاطمي ومملوكي يا سلام ببقى قاعد مستمتع. والحقيقة اللي حببني في النوع ده من العمارتين تحديدا أبويا الله يرحمه. هو أبويا كان متيم بالقاهرة الفاطمية والمملوكية، متيم عنده وله يعني، وكان يحب دايما كل يوم جمعة لازم عندنا كده ايه واجب، لازم ناخد بعضنا الصبح من بدري ننزل ونتمشى في القاهرة الفاطمية ونزور الأماكن كلها ونقعد نتفرج. وأبويا يحب التاريخ جدا، يقعد يحكي لنا حدوتة كل مكان وأصله وفصله. هو كان يحب العمارة ويحب اللي هي بنسميها دلوقتي الحرف التراثية، الحاجات بقى اللي هي الصناعات القديمة. ده غير ان انا ورثت حب التاريخ عن أمي بقى، ده موضوع تاني. بس هنا هاخدك على ايه؟ الناس كلها بتقعد تتساءل مين هم البهرة؟ وايه هو تاريخ العمارة الفاطمية في مصر؟ ويا ترى ايه اللي بيجرى دلوقتي بالمساجد، ترميم المساجد بتاعت آل البيت، وعاوزين نعرف الحدوتة من اولها كده زي ما بيتقال. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور حسام اسماعيل، استاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس. اهلا بيك يا دكتور حسام. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور حسين، يمكن اول حاجه الناس هتسالها مين هم البهره؟ البهره هي طائفه من طوائف الشيعه. هو كان في العصر الفاطمي حصل انقسام عند طائفه الاسماعيليه اللي هو منهم الفاطميين. بعد الخليفه المستنصر بالله ما مات. أيوه. فبين ولاده الاثنين نزار والمستعلي. فطلعت الطائفه هربت لليمن اللي هم البهره دول، وبعدين بعد كده راحوا الهند. حلو. ومعنى كلمة البهرة التاجر، التجار يعني. لأن هم كانوا بيشتغلوا في التجارة. عظيم. فابتدى طبعا فرق الشيعة كتير جدا، بس دي كانت فرقة الإسماعيلية. عظيم جدا. هنا بقى نبدأ نخش في صلب الموضوع، العصر الفاطمي والعمارة الفاطمية وتأثيرها فيما بعد ذلك حتى على العمارة في مصر بشكل عام. لا، العمارة الفاطمية هي بتعتبر عبر السنين، يعني مثلا من أول هي ابتدت تظهر قوي بداية من جامع الأقمر اللي في شارع المعز. أيوه. يعني ده أول واجهة حجرية ليه عليها زخارف في العمارة الإسلامية عندنا في مصر، أو أقدم واجهة. لأن قبل كده كان كله يعني من أول عمرو بن العاص لغاية جامع الأزهر، كان ولغاية جامع الحاكم ابتدت شوية زخارف كده تطلع على البوابات بس. انما الجامع الاقمر كان كل الواجهه هنلاقي عليه شرايط كتابه باسم الخليفه وباسم الوزير بتاعه اللي هو امر بالانشاء. عظيم. وهنلاقي عليه الرموز الفاطميه كلها بتاعتهم، زي رمز المشكاه اللي هنلاقيه في الواجهه من جهه الشمال، وهنلاقي الايه المميزين بها الشيعه اللي هي انما يريد الله ليجب عنكم الركس اهل البيت وطهركم تطهيرا. دي كانت معموله بطريقه فريده، انها معموله بالتفريغ في الحجر، هتلاقيها فوق البوابه كده دايره موجوده وفي النص عامل محمد وعلي. فالمشكاه هي تربط الخليفه، لان هم بيعتبروا الخليفه او الامام عند الفاطميين اللي هو اللي جاب سيره النور. الله نور السماوات والارض مثل النور، هي كان مشكاه فيها مصباح، المصباح فيه زجاجه كانه كوكب الدوري. كوكب الدوري ده الاسم اللي هو الخليفه او الامام باشاره ليه، فبيعتبر المشكاه هي رمز من رموز الخليفه. وهنلاقي جوه الجامع الاقمر هو كاتب حوالين العقود بتاعه الجامع سوره النور كلها. رائع. فده كان اول حاجه. بعد كده لقينا الجامع صلاح طلاع اللي هو قدام باب زويلة او بوابة المتولي، ده برضو هنلاقي فيه حاجات تانية اتميزت بيها العمارة. جم الايوبيين والمماليك طوروا ده على حسب بقى الرؤية الجديدة، لان الايوبيين هم جايين لنا من بلاد الشام. الايوبيين جايين من كردستان. نعم، بقول لحضرتك الايوبيين جايين من كردستان تحديدا، من كردستان، بس هم جايين لنا من بلاد الشام. بالتحديد من حلب ودمشق.
اللي هي من مملكة الزنكي. مظبوط، نور الدين زنكي. بتاع نور الدين زنكي هو ده. فهم جايين لنا من الشام، هم أكراد انما المكان اللي جولنا منه، فجابوا معاهم عناصر معماريه ثانيه ودخلوا لنا نظم جديده في العماره زي نظام المدارس مثلا. يعني قبل كده كان المسجد الجامع زي الازهر زي عمرو بن العاص زي غيره، ومن ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيستخدم في التدريس عادي اللي طلع منها استاذ العمود. حلو. انما هنا بقى يعملوا اماكن للتدريس مخصوصه. فابتدى الايومين كده عشان يحاربوا المذهب الشيعي فانشروا مذهب اهل السنه. والمماليك جم جودوا عليهم، المماليك طبعا معظمهم جايين لنا من وسط اسيا ومن منطقه بتاعت القبشياك وحوالين بحر قزوين وكده والبلقان، فدول جابوا لنا كمان ومن القوقاز جالنا، وكان في من اوروبيين كمان اللي اخر اسمه الرومي. ايوه كان اوروبيين، فدول كلهم ابتدوا يجوا وجابوا عناصر معاهم، وكان في العلاقات لان المغول في فرق منهم اسلمت وابتدوا يعملوا دول، فبقت في العلاقات بيننا وبينهم ممتده، فجالنا تاثيرات من ايران وجالنا تاثيرات من وسط اسيا بالاضافه للتاثيرات اللي من الشام، فاندمجت عملت لنا خلطه حلوه قوي اللي ظهرت لنا بقى في العصر المملوكي. رائع رائع رائع. طب انا كنت بقول انه تاثير العصر الفاطمي على الوجدان المصري وعلى الثقافه المصريه شديد العمق، صحيح ولا انا غلطان؟ لا يمكن في الاحتفالات بس، انما المسلمين طول عمرهم اهل سنه. يعني المصريين لما دخل الفاطميين كان هم على مذهبين، يا مالكي يا شافعي. حلو. لان احنا عندنا الامام الشافعي في مصر. الامام الشافعي استاذ الامام مالك، فكان من قبل منه موجود. يعني هتلاقي كل شمال افريقيا وغرب افريقيا كلهم مالكيه لحد النهارده من عندنا. اوكي. على ان طلعت عندهم كذا دوله شيعيه. مش بتكلم على البعد المصريين عندهم، فهم اثرت مثلا في الاحتفالات، المأكولات، الحاجات دي اللي هم كانوا بيكذبوا بيها الشعب المصري. بس الدكتور في تأثير وجداني، يعني مش بتكلم على فكرة التأثير المذهبي، أنا بتكلم على التأثير الوجداني، يعني محبة آل البيت بهذا لا الشكل. لا محبة آل البيت دي موجودة من الأول، يعني سيدنا الفيشة دي كانت قبل الفاطميين بحوالي 200 سنة. مظبوط، وكذلك وقدوم السيدة زينب. أيوة. ومن قبل الصحابة، يعني صحيح. احنا بتكون عندنا سيدة عقبة بن عامر اللي هو موجود جنوب الإمام الشافعي في الأراضي الكبرى. مدفون هناك. وموجود عندي الصحابة البدريين في البهناسة. موجود، وعندنا الإمام الليث بن سعد. طبعًا. وعندنا زنون، وعندنا فخر الفارسي، عندنا كذا حد من قبل الفاطميين. يا مسهل الأحوال، طب ده ربنا مبارك البلد دي جدًا. أنت في مصر حضرتك محبة أهل البيت هي مزروعة، لأن أنت عارف مصر، مصر كحضارة بقى. تمام؟ إحنا اللي عملنا الدين. ازاي؟ يعني لحد دلوقتي في كان الهه للاقاليم ايام الفراعنه او في مصر القديمه. ايوه. لحد دلوقتي انت هتلاقي كل قريه ليها شيخ، في شيخ مقدس عندهم. أيوه. كل مدينه ليها شيخ، المحافظات. أيوه. بتاعتنا يعني مثلا انت عندك محافظه كفر الشيخ دي نسبه للشيخ طلحه المزاني اللي هو الجامع بتاعه موجود في مدينه كفر الشيخ. الله. هتلاقي اسكندريه مرتبطه بابو العباس. صح. هتلاقي طنطا مرتبطه بالسيد البدوي. السيد البدوي. احنا عندنا هنا مرتبطه بسيد عبد الحليم القناوي. المنيا مرتبطه بسيد الفولي وهكذا. فاحنا يعني مالناش دعوه بدول، حتى المقابر بتاعتنا، يعني احنا عندنا المقابر بتاعتنا كلها سفح المقطم كله. ده مقدس من ايام عمر بن الخطاب ساعه ما عمرو بن العاص دخل مصر. عظيم. ده مشكور. مميز ان في غراس الجنه سواء عند المسيحيين سواء عند اليهود سواء عند المسلمين. هي بلد مبروكه بصراحه. انا بشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر للدكتور حسام اسماعيل استاذ الاثار الاسلاميه بجامعه عين شمس.